ما تم تمرير صفقة حق استغلال البيع ما هو شي بمناسبة عيد الأضحى بتمارة داز الصفقة ب 471000 درهم. الحمد لله داز في أجواء مزيانة شفافية ونزاهة، داز أمور بشفافية، إن شاء الله نتمنى ودوز الأمور بسلام بمناسبة عيد الكبير، نظرا لهذا الغلاء اللي كاين، غلاء ديال الأسعار، غلاء كاين جفاف هذا العام، كاين غلاء في العلف، نتمنوا من الكسابه يزعموا هذا العام ان شاء الله ويجيو ويخرجوا يبيعوا، يجيو الرحبه ويعمروا الرحبه ويكون ان شاء الله تدوز امور بسلام ان شاء الله. الله اشمن غادي تكون جد مناسبه، غنتعاونوا مع الكسابه، كنتعاونوا مع الكسابه، غادي نامنوا لهم، امنوا لهم ان شاء الله الفضاءات اللي خصهم يكونوا، غنلصقوا مع السلطات الامنيه والمحليه على قبل الامن ديالهم ونصاروا على الامن ديالهم وباش تدوز الامور بسلام ان شاء الله. وبالنسبه للاشمنه تكون اشمنه جد مناسبه، غتكون اشمنه زعما عاديه جدا، غنساعدوا مع عباد الله، نساعدوا مع الكسابه ان شاء الله باش تدوز امور بسلام، كلشي عيد لا بالنسبه للمواطنين تجيهم الكسيبه، تعاون مع الكسابه في 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 الدخول ديال رحبه العيد باشمنه مناسبه باش هما يتعاونوا مع المواطنين باش تكون دوز يكون شويه ديال الرخاء ضروري. وجدنا ان شاء الله قلنا راه مازال غادي نعقدوا واحد الجمع عام مع السلطات باش نشوفوا ونديروا كاميرات دي بارير، غادي نشوفوا دي شابيتو، غنقادوا الامور، غادي ننسقوا اللي عنده شي بلاصه غادي يجلس فيها، اللي كيبيع شي بلاصه يدير فيها، ان شاء الله نتعاونوا مع الناس ونقادوا كل شيء. كتجي وزاره الصحه، كيجي طبيب ديال لونسا كيشوف البهايم اللي دايرين الطانقه ولا اللي ما دايرينهمش كيخرجوا كياخذوا مع الاجراءات اللازمه اللي خاصهم يتاخذوا معاه، الامور كدوز زعما مضبوطه، وكاين مراقبه ديال السلطه وكاين مراقبه ديال لونسا، زعما ما كاينش شي حاجه اللي فيها شي حاجه ما هياش، كتكون مراقبه ديال السلطات. حنا كنحلوا الباب لجميع الاجهزه ديال المراقبه، تجي دير خدمتها ما عندناش مشكل. يجيو مرحبا بهم، راه الناس راه اللي مولفه كتعيد عنده كل عام ولا كياخذ من عنده الكسيبه كل عام راه ياخذوه من عندهم، ونتمناو يكون واحد انخفاض في الاسعار ديال الكسيبه هذا العام ان شاء الله باش كلشي عيد. بان لي العام شويه العام بان لي شويه قاصح نظرا للجفاف، راه كتشوف غلاء ديال العلف، غلاء ديال المحروقات. كنتمناو تكون امور دايزه بخير ان شاء الله وكل شيء عيد والامور دوز بسلام ان شاء الله. الناس تماره على الراس والعين، مرحبا بكم في تماره، في الرحبه ديال تماره، راه ان شاء الله يكون حولي هذا العام كل شيء عيد ان شاء الله، مرحبا بكم، اللي خصو شي حاجه مرحبا، حنا في الخدمه. تبارك الله عليك، شكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.